سؤال غريب، سؤال غريب دايما الناس بتسأله، وانا شخصيا اتسألته مش عارف ليه بصراحة. بس السؤال ده يعني ممكن يكون انت مش فاهمه، ممكن يكون كذا حد مش فاهم معنى السؤال، او معنى ان انت اصلا ما ينفعش تسأل سؤال زي ده. ليه قناة ممكن تبقى مثلا 2 مليون 3 مليون مشترك تفاعل فيها اقل من قناة فيها 100,000 مشترك؟ ليه الموضوع ده مريب، الموضوع ده غريب، الموضوع ده ممكن ناس كتير قوي ما تفهموش، ممكن ناس كتير قوي ما تبقاش عارفه ليه مثلا فيديو في قناه فيها مثلا 50,000 مشترك ممكن يجيب 1,000,000 مشاهده، وممكن فيديو حتى لو مش ترند يعني، وممكن فيديو يكون في قناه فيها 3 مليون او 2 مليون وما بيعديش ال 100,000. ليه حاجه زي كده موجوده في اليوتيوب؟ خليني يا صديقي افهمك الموضوع واشرحه لك من الاول للاخر. اول حاجه التفاعل. ايه هو التفاعل؟ على فكره التفاعل مش بس لايك، التفاعل هو الارقام اللي على الفيديو، الفيديو جايب كام لايك، كام شير، كام كومنت، ده اسمه التفاعل. ده التفاعل اللي موجود على الفيديو بيتقاس بالثلاث حاجات دول، لايك شير كومنت، تمام. فانت لازم عشان الفيديو بتاعك يوصل للناس، بنطلب من حضرتك دايما انك تعمل لايك الفيديو عشان الفيديو يوصل لناس تانية، يوصل في الريكومندد لناس تانية. لو انت دلوقتي تتفرج على كمبيوتر او حتى موبايل، اعتقد يعني انك هتلاقي تحت في كده في فيديوهات، الفيديوهات دي بتبقى ريكومندد اوكي، الفيديوهات دي بتبقى ريكومندد من اليوتيوب للناس، تمام. يعني بيقول لك ان الشخص ده بيقدم محتوى شبه المحتوى بتاعك، فيا ريت تبص عليه، وبيكون الفيديو ده عامه بيبقى عليه لايكات كتير. ولو لقيت ان الفيديو ده محتواه مش زي المحتوى بتاعك، او مش زي المحتوى يعني اللي انت بتتفرج عليه، فاعرف ان الفيديو ده حلو قوي لانه عليه كميه لايكات كبيره او تفاعل كبير عامه، في شير كتير، في لايكات كتير، في كومنتات كتير، تمام. فده عشان كده بنطلب منك دايما انك تعمل لايك شير كومنت، ده بيساعد ان الفيديو يوصل لناس تانية، او بيساعد ان الفيديو يوصل ريكومندد لناس تانية، تمام. يبقى ده هو التفاعل. وخلاصة الموضوع برضو هي في كلمة التفاعل، انك او مثلا خلينا نجيب اسامي قنوات، مثلا قناة زي محمد خالد 1,000,000 مشترك، قناة زي المحترف امين رغيب تقريبا دخل على 3 مليون مش عارف، بس عامه يعني القناتين دول يعتبروا قنوات كبيره جدا. قناه محمد خالد لو نزل فيديو غالبا هيوصل لل 100,000 مشاهده في يوم واحد، غالبا ده هيحصل. قناه المحترف لو نزلت فيديو مش هيوصل لل 100,000 مشاهده، غير لو كان فيديو بوم، تمام، غير لو كان فيديو تقيل، غير لو كان فيديو مثلا زي ما كان عايز يعلن اعتزاله مثلا، حاجه زي كده هتوصل اكتر من 100,000 مشاهده، وصل 400,000 مشاهده في 3 ايام او في يومين، تمام. فبيتعب نفسه جدا ولازم يعمل حاجه زي ما قلت لك بوم في الاول، الحاجه دي عشان دي يقدر يوصل للناس ويقدر يوصل للمتابعين بتوعه. هل المشكله مثلا عنده في زر الجرس؟ الناس مش مفعله زر الجرس؟ لا لا، مش موضوع زر الجرس، موضوع اكبر من كده بكتير، موضوع اكبر من حكايه انك تفعل الجرس او لا. الموضوع يا جماعه له علاقه بالمتابعين مش باي حاجه. الناس عامه، احنا بص يا صديقي، احنا في عالم كئيب، احنا العالم بتاعنا كئيب، فطبيعي جدا لو لقيت قناه زي قناه محمد خالد بتنزل ضحك او حاجه، طبعا مش بقلل المحتوى اي حد، انا مش دي القناه اللي بنتقد فيها يعني عامه، بس مش بقلل المحتوى اي حد، ولكن قناه محمد خالد بتضحك، المفروض يعني هي بتضحك، فالناس المفروض انها بتضحك على محتوى محمد خالد، فبالتالي بيبقى عليه تفاعل اكبر. محمد خالد بيطلب لايكات من الناس معينه مش عارف ايه، فبيوصل لعدد كبير من الناس. نفس كلام المحترف، ولكن يختلف محتوى عن محتوى، هو ده اللي بيخلي القناه كبيره زي المحترف اللي فيها 3 مليون مشترك، خلينا نقول 3 مليون، ومحمد خالد فيها 1,000,000، ولكن محمد خالد محتواه جذاب اكتر للناس لانه بيضحك والناس بتكون عايزه تضحك. الناس مش دايما بتحب تتعلم عند المحترف، ولكن بيحبوا يضحكوا عند محمد. انتوا فهمتوا قصدي ايه؟ فالفرق في المحتوى وفي الناس اللي بتتفرج على المحتوى. فرق تاني برضو الناس ممكن متبقاش عارفاه، ان قناه المحترف ده فرق بقى وفرق شاسع بقى. قناة المحترف قناة تقنية متنوعة. قناة تقنية متنوعة يعني ايه؟ يعني بينزل حاجات كتير، وليكن مثلا هو ما بينزلش كاميرات، ولكن خلينا نقول مثلا بيتكلم عن الكاميرات، بيتكلم عن الموبايلات، بيتكلم عن الربح من الانترنت. المحترف بيتكلم عن تصميم المواقع، بيتكلم عن ووردبريس وبلوجر، بيتكلم عن كذا منصة وكذا حاجة، وبيتكلم عن كتير، تمام. لما حضرتك انا او خلينا نتكلم عن المحترف، المحترف نزل فيديو عن الهاكر، تمام، جاب 5 مليون مشاهده. الفيديو ده جاب له 20,000 سبسكرايبر، ال 20,000 دول جم عشان المحترف بينزل حاجه عن الهاكر، فبالتالي المحترف لما ينزل حاجه فيديو عن الهاكر فالناس دي هتخش تتفرج، تمام. نفس الكلام المحترف قعد يعمل فيديوهات في مجالات تقنيه متنوعه جدا فجاب 3 مليون مشترك، فال 3 مليون مشترك دول جايين من كذا مجال، فكل 100,000 مثلا من ال 3 مليون دول، 100,000 خلينا نقول 100,000 من كل منهم دول عايزين مجال معين، فبالتالي لو مثلا
قول 200,000 بيحبوا مجال الموبايلات، لما بينزل محترف حاجه على الموبايلات بيشوفوها، ففي 2,800,000 ما بيهمهمش مجال الموبايلات. ده اللي انا اقصده. اما قناه محمد خالد قناه ضحك بس، فالناس اللي داخله هتتفرج على اي فيديو محمد خالد هينزله، او عامه يعني القناه اللي هو باسم الشخص. لو انا مثلا قناه اسمها مصطفى، قناه محمد خالد اسمها محمد، قناه يحيى رضوان اسمها يحيى رضوان، فالناس بتتفرج على الناس دي لانهم بيحبوا الناس دي، او لانهم عايزين يتفرجوا على المحتوى بتاع الناس دي، او بقى الناس دي داخله تضحك. تمام، داخله في الهدف الاساسي من الشانل، داخلين يضحكوا عند المحترف، داخلين يتعلموا. تمام، ففي فرق يا جماعه كبير قوي بين القنوات دي وبالقنوات دي. فما ينفعش، او ما ينفعش تقارن بين قناه زي قناه المحترف اللي فيها 3 مليون مشترك وبين قناه محمد خالد اللي فيها 1,000,000 مشترك. ما ينفعش، ده ما ينفعش. فبالتالي لما نيجي نقارن قناه بقناه ثانيه لازم نقارن قناتين فيهم نفس المجالات. حتى ما ينفعش تقارن قناه تقنيه بقناه تقنيه ثانيه. يعني مثلا ما ينفعش تقارن قناه بتتكلم عن ربح من الانترنت بقناه بتتكلم عن موبايلات، موبايلات بس وربح بس. ما ينفعش، لازم تقارن قناتين في نفس المجال وبنفس المجال، ولو التقنيه يبقى بنفس المجال بالتحديد كمان. تمام، ده المقارنه الصحيحه اللي انت المفروض لما تيجي تقارن قناه بقناه تانية. تمام، ده كان ناس بس حد اتكلم معايا في موضوع زي ده، فحبيت بس اوضح لك الدنيا ماشيه ازاي في موضوع القنوات، وليه مثلا ممكن قناه يكون فيها 3 مليون مشترك وما بيجيش عليها تفاعل، وقناه فيها 1,000,000 مشترك وفيها تفاعل. مش لازم يكون شير مشتركين يا جماعه، والله مش لازم يكون في ناس بتشتري مشتركين، لكن مش لازم يكون شير مشتركين، ومش لازم يكون الشخص ده مثلا دافع فلوس لمش عارف ايه وشاري مشاهدات والكلام ده، لا مش لازم، مش لازم. تمام، عادي ممكن ناس يكون عندها 100,000 مشترك وفيها تفاعل اكتر من ناس عندها 1,000,000 مشترك، ولكن الفرق في المحتوى والناس اللي بتتفرج. عشان كده دايما انصح بالناس ان ما تعملش قناه متنوعه. انا قناتي متنوعه، قناه المحترف متنوعه، فبالتالي هتجمع ناس كتير من كذا مجال، فبالتالي ما حدش هيتفرج عليك غير ناس قليله جدا في كل مجال. غير طبعا لو جمعت بقى 1,000,000 2,000,000 3,000,000، فبالتالي هتلاقي ناس كتير بتتفرج. فلو جيت تعمل قناه، او يعني جيت تحاول تبدا يوتيوب، فحاول تبدا في مجال معين، يكون القناة في مجال معين خاص بس باللي انت بتقدمه واللي انت بتحب تقدمه بس. ده هيبقى احسن لك واسرع لك كتير، وهيجيب ناس اكتر وكده. يعني عشان كده الناس اللي بتعمل فلوجز والناس دي، الناس اللي بتعمل فلوجات والناس اللي بتعمل ضحك وحاجات زي كده، او الناس حتى بتوع الموبايلات، بيجي لهم مشتركين اسرع كتير من الناس التانية، عشان طبعا هم مهتمين بحاجة واحدة بس. اما احنا بنعمل 50 حاجة و50 مجال، دي مشكلة يعني، ولكن يعني ربنا يسهل. وبس كده، اتمنى اكون شرحت لك الحته دي وفهمتها لك، واتمنى بس تكون فاهمين الحته دي عشان فعلا في كذا حد سالني عليها، فاتمنى اكون وصلت لك. وبس كده، شكرا جدا لك على مشاهده الفيديو ده للاخر، واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو كنت اول مره تشوفني. وبس، سلام.